الزواج. حماتي يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. كيفك قصي؟ الحمد لله الحمد لله. اهلين مرت عمي، اهلا وسهلا. تفضلي تفضلي تفضلي. بعرف عم بتقول شو جاب حماتي لعندي على المكتب، مو هيك؟ لا يا حماتي الله يسامحك، انا ما راح اقول ولا كلمه لحتى اعرف شو بدك تشربي. اول شيء شو بتشربي؟ عندكم كابتشينو؟ ايه طبعا طبعا. ابو عبدو جيب لي واحد كابتشينو وواحد ساده. لو كبت هاي ثلاثه بواحد. لا خلصني هلا. يلا باي باي. الله يسترنا من هالشيء. اهلين حماتي نورتي. قصي انا بعرف انه انت مفكر انه انا ما بحبك، ما بطيقك، ما باخذ كلامك بفرنجين، بس هذا الكلام مو دقيق. يعني هو الدليل انه انا جاي لعندك اليوم في موضوع ما رح خلي حدا يتدخل غيرك انت. بقى يا بتكون قد ثقتي فيك يا اما بتاكد حكي الاولاني. الله يجعله خير. ولو مرت عمي ولو بعد هالتهديد، بعد هذا الكلام الحلو اللي حكيتيه بحقي، شو بدك لأعمل انا؟ انت بس امريني، انا معك على الموت، بس قولي لي شو الموضوع، شو الموضوع، بس قولي لي شو الموضوع. مبروك مبروك. اهلين حبيبي. يا حياة قلبي. ان شاء الله عقبال الفرحة الكبيرة، فرحت لك من الصمصيم. على شو؟ لك شو على شو؟ لك الوطن العربي بيعرفوا انت لا؟ بالله احكي بلا غلاظة قصاي، يا عم خليني كفي شغل. ولا مو ناوي تتغدى اليوم؟ لك شو اتغدى؟ بدي اكل المحيط، اليوم بالذات نفسي كثير مفتوحة. ها، وشو هاد بقى اللي فاتح لك قابليتك؟ وعم تبارك لي عليه؟ زيري مين اجى لعنا اليوم؟ مين؟ امي. ماما؟ شفت شلون انه ماما بتحبك؟ هي لو ما لها مشتاقت لك ما كانت راحت لعندك على الشركة وشربت فنجان قهوة. ايه روحي، بس هي ما اجت لعندي لأنه مشتاقت لي. ليش لكان اجت؟ ايه مشان شو انا عم بارك لك من الصبح؟ امك رح تتجوز. تتجوز؟ ايه ايه لا تبحلي هيك، يعني بعد الكبرة جبة حمراء عادي بتصير. يعني روحي، واحد طلب ايدها وهي وافقت واجت لحتى تاخذ رأيي ورأيك، وانا بالنيابة عني قلت لها حماتي ولو، ان شاء الله ألف مبروك مبروك. قلت لها مبروك؟ أنا برجيك يا قصي. مبروك يا حماتي، والله لقدك دبك بعرسي. روحي. ما عم بفهم أنا، ما عم بفهم ليش أنت شو ناقصك؟ لك هلأ هلأ جاي بدك تتجوزي؟ لك كنت تتجوزي لما كنا صغار، مو هلأ بعد ما كبرنا وتجوزنا. لك رح تصيري تيتا انتي. ماشي، لكن رفيقه للوقي معناتها حتى ريما بتعرف، يعني انا اخر من يعلم. لك انتي ما بكفي انه عم تفكري تتجوزي، كمان ما عم بتخبريني. ليكي ماما، والله والله اذا بتتجوزي وبتعملي اياه، لا انا بنتك ولا انتي امي، وما رح اسمح لك بنوب حدا تحطي محل ابي الله يرحمه. الله معك. ولا حرف. اسكت انت، ما بدها ترد كمان. ماشي يا ريما، بلكي نزلت تجيب فستان. بدك اسكت عم بقلك. يعني خيارات مشان. الو ايه ريما، انت عارفانه اللي بدها تعمله امك؟ لك ايه؟ ماشي يا ريما، ليكني انا هلا جاي لعندك. باي. لا ما في شيء بضحك. طلع شغله بالتلفزيون بتضحكني كثير، وحده قاعده تتزوج هي عمرها 70 سنه. والله رح تتجوزي يا حماتي. اول 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 يعني انت بتعرفي؟ ايه ايه شلون ايه يعني؟ لك شو بتقلبي الطاوله فوق راسه هالبطيخ كيف؟ وليش لا قلبها؟
يعني امك لو ما قلت تلتين الخاطر كانت عرفت توقفه عند حده. شو اول مره حدا بيحاول يتقرب من امك؟ حبيبتي امك طول عمرها بيجيها عرسان وهي بترفضهم، ما توقعت انها توافق بهالسرعه. طب وهلا شو بدنا نعمل؟ كيف بدنا ننزع الشغله علي ونقولي تفضلي؟ ليكي رولا الله يخليكي، انا طلعيني من القصه كلياتها. انت بتعرفي انه لو اي شريكه لهالزلمه وبيناتهم مصالح، واذا صار اي قصه بتنطبش كلها براسي، انا مو ناقصني. قولي هيك من الاول، قولي انه هي شغل تطبيقك انت ولؤي، ما كان حبيبتي لازم لؤي يستفاد من مصاري الزلمه. ماشي يا ريما، لك الله لا يخليني اذا بدي. حما شو صار لها المجنونه؟ ابو اللول حبيبي. حبيبي اهلا وسهلا. تسلم ايدك. هلا ما بعرف اذا القهوه ظريفه ولا لا. لك ما قلت لي انت شو رايك بالموضوع؟ والله يا ابو اللول انا بدي سلتي بلا عنب، ومثل ما بتعرف اذا سعيد رضيان بساعديه نحن شو دخلنا اخي، وسبحان المريح. لك عيني ربك، لك انت بتعرف شو بيعجبني فيك، انك بتلقط على الطاير. بس انا اللي زعجني ليش نسواننا زعلانين؟ في حدا بيتضايق يا رجل اذا امه بدها تعيش عيشه حلوه؟ بعدين بيني وبينك نحن رح نستفيد، هي معه مال ما بتاكلها نيران يا رجل. اخي انا بهي القصه مالي مصلحه، انا كل مصلحتي بالقصه حمادي تبعد عن نورلا. هلكتني هل. شو؟ شي حلو والله. لكن في مؤامره وقاعدين عم تخططوا لها، ولك الله لا يهنيني اذا بهنيكم انت وياه. بسيطة بسيطة، قوم صالحة، قوم صالحة بكلمتين. إن شاء الله ما تواخذني، يعني بتعرف اللي رولا عقلها صغير يعني. وبس اتعصب ما بعرف شو بصير له. عادي. نفس الفيلم اللي صاير معك صاير معي، كلمتين حلوين منك بتراضي، أنت أبو الثقافة. أنا هلا رح قوم روح، تصبح على خير. لك عود أبو اللول. شبكي روحي، شوفي، شوفي. شو أستاذ قصي؟ خلصتوا أخيراً مؤتمر القمة تبعك؟ مؤتمر شو لك روحي؟ مؤتمر شو؟ إن شاء الله فكرتينا مبسوطين يعني. أو حطي حالك أنت محلي، عرس حماتي وبدها تلبس فستان أبيض وأنت بتعرفيها يعني، بكرة بدها تنق وتنزل إعلان بالمجلة. يعني أنت مو موافق؟ لك طبعا لا، أكيد لا. لك روحي، معقول وافق يعني؟ لك ليش قلت لها أنك موافق ليش؟ ما أنت أمك وبتعرفيها، قلت يا ولد سايرة وبكرة لحاله زلمة بيهرب. قلتها؟ لك طبعا روحي، وسايريني أنت بتكسبي. طمنيني، لقيتي الفستان؟ شكرا. بدك الصراحة؟ ايه؟ ما عجبني ولا فستان. شو هالحكي؟